نعم طبعا مشاهدينا الكرام، احنا ما زلنا مستمرين معاكم في هذه الحلقه مع فقره الموسيقى، يعني طبعا اكيد المقطوعه الموسيقيه في هذا الصباح مقطوعه جميله. بيكون معنا اليوم الفنان محمد محمود عازف الفلوت. صباح الخير استاذ محمد. حياك الله. حياك الله. الله يسلمك. في البدايه طبعا احنا شاكر لك على حضورك في برنامج صباح الشارقه. نبغى نتكلم شوي عن اله الفلوت، كيف بديت معها وشو علاقتك مع هذه الآلة؟ هو بداية النبذة عن آلة الفلوت. نعم. هي إحدى آلات النفخ الخشبية. نعم. ولكنها تصنع من المعدن. نعم. هي خشبية تصنع من المعدن. يعني تطورت يعني. حاليا هي حاليا. نعم. تصنع من المعدن. نعم. الآن ومن نادرا الآن تصنع. نعم. من الخشب. نعم. وقد تصنع من الفضة أو الذهب أو البلاتين. نعم، وطبعا يعني الاسعار تختلف، الاحجام تختلف بالنسبه للفلوت ولا؟ الاحجام تختلف. نعم. كل آلة من آلات النفخ. نعم. ليها تعتبر عائلة. نعم. ايوه. هذا الفلوت. نعم. والفلوت كونسرت. اها. طوله 66 سنتي. تمام. وعمره كم؟ يعني كل طول. نعم. او كل حجم يختلف اذا مثلا المعزوفه او المقطوعات اللي تظهر من الاله أكيد هذه؟ طبعاً. على حسب الطول والحجم؟ بالضبط. حلو. نعم. طبعا ذكرت استاذ محمد انه في منه الخشب وفي منه الحلم يعني المعدن. لكن يقولوا دائما الاصيل دائما صوته يختلف او انه مثلا نبرته تختلف مثلا. هل يفرق يعني كثير بين الخشب وما بين الآلة المعدن؟ في لون الصوت أو طبق. نعم. نوعا ما. نعم. الخشب يعني في نوع من الحنية أو الشجن. أيوة. قريبة من الطبيعة وقريبة حتى من النفس. نعم. من متى بديت أخوي محمد؟ أنا بدأت أتعزف على آلة الفلوت تقريبا منذ 5 سنوات. ما شاء الله. نعم. إذا بنتكلم شوي عن الآلة نفسها، يعني هذه الآلة نحن نقدر من خلالها نعزف كل المقطوعات، وهناك في مقطوعات معينة نحن نقدر نعزف من خلالها هذه الآلة. أي آلة الفلوت آلة غربية تسمى. نعم. بالنيل الغربي. نعم. ده مرادف لآلة النيل الشرقي اللي طبعا كلنا عارفينها. نعم. السلم أو السلم العربي أو الشرقي. نعم. بيحتوي على أصوات. غير موجودة بآلات النفخ الغربية. تسمى بالربع تون. أيوة. الربع تون. ربع تون؟ هذا عندنا نحن نسوي ربع تولة، تولة، نص تولة. لأن معروف أن الموسيقى لغة عالمية. أيوة. حروفها 7 حروف. نعم. هم 7 نغمات. نعم. المشهورين. دوري مي فا صول لا سي. بالضبط. نعم. بيتخللهم في النص أنصاف أتوان، 5 أصوات يعني. نعم. دو ديز اللي هي ما بين الري والمي. نعم. صوت. اها. السلم. نعم. العربي يختلف عن السلم الغربي اني لا بيتخللهم كمان 4 يعني. ما شاء الله. طبعا هذه طبعا مع الممارسه اكيد يعني تكون عند الشخص أكيد. خبره في مساله كيف يتعامل مع النوت، يعني احنا نشوف اليوم اشخاص كثير يعني يعزفون مثلا بالسمع، في صح. ناس مثلا يعزفون على النوت، يعني اسلوبك في العزف يعتمد على النوت ولا على السمع؟ لا على النوت، أنا درست دراسة شبه أكاديمية. أيوة. جميل جميل. طيب. إذا بنتكلم شوي عن الآلة نفسها، أنا أشوف ما شاء الله في وايد سوالف فيها نقاط وفيها فصوص وما أدري، يعني إذا بتشرح لنا شوية. هي آلة الفلوت أو الفلوت كونسرت بيحتوي على 8 ثقوب رئيسية على قد إن شاء الله ممثلين لصابع اليد. بيرتبط بيهم 12 مفتاح. 12 مفتاح. نعم. كل مفتاح لكل مفتاح أو مفتاحين بيرتبطوا بثقب. حلو. نعم. طيب استاذ محمد بنستكمل نحن بعدين يعني الفلوت وعائله الفلوت، بس نبغي نسمع منك مقطوعه على ذوقك ان شاء الله. احنا عاده يعني لما في فقره الموسيقى ما نحب نسال كثير، يعني نحب نسمع الاله اكثر من الفنان نفسه. ان شاء الله. تفضل. Thank you.
السلامة. ما شاء الله عليك، ما شاء الله، موسيقى جميلة وأنغام جميلة في هذا الصباح اليوم. إذا بتكلمنا شوي عن الصعوبات اللي واجهتك، يعني في كل فنان أكيد واجهته صعوبات لين ما وصل إلى مرحلة يمكن تميز في هذا الشيء. هي طبعا آلات النفخ بتختلف عن باقي الآلات الموسيقية، لأن الواحد بيعمل فيها كذا حصة، نعم، وبيشترك فيها يعني أعضاء النطق، نعم، اللسان، نعم، والنفس والشفاء. نعم، طريقة تمرينك على التنفس أستاذ محمد، يعني في تمرين معين تمارسونه أنتم يعني في على الآلات هذه اللي تحتاج نفس ونفخ؟ أكيد طبعا، وهي بتحتاج يعني بنية جسمانية سليمة، نعم، علشان يقدر يتحكم في النفخ، ولأن من خلال النفخ بيقدر يتحكم في أصوات الآلة. لذا كان بينصح إن، نعم، الأطفال دون السن، نعم، 7 سنوات، نعم، يمنعهم من تعلم آلات النفخ. أيوة. يضرهم يعني مثلا؟ يضرهم طبعا، يعني النفس بيفن التقاطف. نعم. بالنسبة للتدريب على النفس، هو معروف ان التجويف اللي بتدرب، نعم، آلة النفخ، تمارين النفس هي يعني اهم التمارين بالنسبة له. نعم، احنا كنا نعتقد ان مثلا اللي يمسك مثلا الفلوت ولا مثلا اي آلة فيها نفخ ان يعزف مثلا 5 دقائق 10 دقائق مثلا، احنا كنا نعتقد واحنا صغار ان ما شاء الله نفسه طويل ما ياخذ نفس يعني. إذا نتكلم شوي عن دراستك، أنت قلت أنك أنت درست الموسيقى وتعلمت على هذه الآلة، فليش اخترت هذه الآلة بالضبط أو بالتحديد، أو حتى الدراسة هذه تتطلب وتتضمن مثلا حصص تعليم النفس وتعليم؟ أكيد طبعا، بالنسبة لاختيار آلة الفلوت، طبعا آلة الفلوت من أراق وأجمل آلات النفخ الموجودة، لتماثل صوتها مع أصوات البلابل والعصافير، لأن هي عبارة عن منحدر من النيات والصفارات. نعم. وكتير يعني كتير آلة الفلوت أو الناي، نعم، بيلمس الشجن والحنان اللي جوه أي إنسان. إحنا دائما في نشوف حتى في سواء في أفلام الكرتون أو في السينما العالمية حتى أو في الموسيقى العالمية حتى، لما الفلوت له جوه الخاص غير عن الجيتار وغير عن الأور وغير عن أي آلة ثانية موسيقية. لكن إحنا أخونا محمد طبعا إحنا شاكرين لك على حضورك هنا، وكل الشكر والتقدير لك الفنان محمد محمود عازف على آلة الفلوت على حضورك، واحنا اكيد نبغى نختم معاك بمقطوعه ناخذ فيها الفاصل ان شاء الله تعالى. ان شاء الله.